لما ابن الشهيد ارفع راسك فيه راح عند حور العين. ارفع راسك يا امي. قد ما اقولكم عنه حنون محب للخير، دائما كل كان يقول لي شو فيك لله، يعني شو فيك لله، يعني انه هو محب للخير والحمد لله رب العالمين. جدع يعني بيحبنا واحنا بنحبه، وهو راح عند ربنا شهيد، وهو من حور راح ياخذ من حور العين، واحنا مش احسن من اهل غزة انه اولادنا يبكوا شهداء. اخوي بنحب بعض، اقول له مثلا اشتري لي كذا، كل حاضر يا اختي راح اجيب لك، يعني هيك علاقة اخوية. يعني تلقينا خبر انه مصاب، يعني يكون في الليل، واحنا طبعا انا ما بعرف يعني كان ابني طالع على اسرائيل، فجاه بالليل بيتصلوا علينا بكل بيحكوا لنا انه ابنكم كذا وكذا مصاب وحالته خطيره، ونقل الى يعني للصبح طبعا عرفنا انه نقل على مستشفى وانه حالته حرجه وانه على في الانعاش وعلى التنفس الاصطناعي. وهذا الحكي له يعني من يوم ما اعتقلوا لليوم 31 يوم، يعني 30 يوم قعد هو في الانعاش على التنفس الاصطناعي. يعني احنا كنا اليوم الصبح طبعا يعني الواحد له كلب الام دليله، بالليل كنا مش يعني محوس الواحد، ابني كان برا يعني ما طبعا عن طريق المحامي اتصل عليه وهيئه الاسره واجى خبرنا، يعني وصدمه كبيره والحمد لله رب العالمين على كل حال انه الله اصطفى شهيد والحمد لله رب العالمين. الشهيد زاهر الحنون طبعا اول شيء اللي بحب ربنا بصلي الحمد لله وبصوم بشتغل الحمد لله رب العالمين، يعني مش انه من هالولاد اللي بروح هيك وهيك، الحمد لله رب العالمين عمره 19 عام الحمد لله رب العالمين. يعني شو بدي اقول لك عنه، والله ما بقدر اوصفه، يعني لو شو احكي ما بقدر اوصفه، ما شاء الله عنه، يعني اي شيء كنت بدي اياه على السريع اللي هو جايب لي اياه، الله يرضى عليه وحنن عليه، الله يرضى عليه. يعني احلامه يعني هو صراحه ما خلص توجيهي، يعني كنت اقول لاخوتك اللي اكبر منك يما خلصوا توجيه اخوانك يما ارجع مثلا، قال لا يما خلص بجوز ربنا يعوضنا في شيء ثاني، مش شرط انها هي الشهاده الثانويه اللي تقيمنا، انه بجوز ربنا كاتب لي شيء غير عن اخوتي ويكرمني فيه، هذا اللي كان يحكي. بس انه الواحد يعني ما بيجي بباله شو في يعني في قلب ابنه بالضبط، ما بيقدر يعني الواحد يشوف، اما الحمد لله رب العالمين ربنا اصطفاه والحمد لله رب العالمين. يعني اكيد انا يعني من حد ما اني تلقيت الخبر اني يعني طبعا مثل كي اي ام يعني اني احضنه ويجيبوا لي اياه، يعني ما بقدر انه يضل بعيد عني، يعني انا بدي اياه هون اكلته ما فيها، الواحد بشاهده وبشاهد قبره، يعني هذا اكل شيء يعني ان نقدر نقوله. يعني احنا كنا متبعين مع محامي من هيئه الاسره انه في المستشفى، بس اكثر من هيك ما كان يعني يجينا معلومات، انه مثلا حاولنا احنا يعني بطريقه او باخرى ان نتواصل عن اي طريق دكتور شيء كذا ان نتواصل نعرف شو حالته، يعني او حتى اصابته، يعني انه لما قالوا انه مصاب في البطن يعني فتره تعرفنا انه مصاب بالبطن وهم متكتمين على الامر، يعني ما يعني حتى انا نكلتين انزل على الهيئه يعني احكوا لنا شيء شو بصير، قول لك يا عمي لحد احنا يعني هذا اللي بنقدر نقدمه، وعن طريق المحامي، يعني المحامي اللي كان من جوا يتواصل يعطي الولد هل شو بحكي، يعني مثلا والله كذا، يعني كل الاخبار اللي اجت انه في الانعاش وانه على التنفس الاصطناعي، يعني حتى اني كنا اقول لابني يما احكي له يعني مثلا لو انه تنفس مثل هذا اللي كان يجينا. يعني انا رسالتي يعني شو بدي اقول للشباب، يعني مش عارف والله شو اقول، يعني احنا عايشين حياه حرب، يعني احنا عايشين حياه حرب، فكل بيت بده ينصاب يعني بده يصبر، يعني ما بعرفش شو بدي اقول، بس انه كل بيت من البيوت الفلسطينيه بده يصبر، يعني احنا مش اعز من اهل غزه، يعني بالمجازر وشهداء بال20 وال40 وال100، واحنا ان شاء الله هذا اللي عندنا والحمد لله رب العالمين.